ثلوج وأمطار غزيرة عم بتقرب بسبب اندفاع كتلة هوائية قطبية ضخمة بتمتد لمئات الكيلومترات في القطب الشمالي نحو، بعرف إنكم عم تستنوا أحكي لكم نحو منطقتنا، بس للأسف لا، نحو غرب القارة الأوروبية. عم بيأثر مرتفع جوي قوي على مناطق مهمة في جرينلاند، مسببة بنزول قطبي مباشر نحو غرب القارة الأوروبية نهاية الأسبوع. بس ليش هاي الحالات ما بتأثر إحنا علينا بهذا الوقت؟ رح أحاول أبسط لكم الموضوع قدر الإمكان. العلاقة ما بيننا وما بين القارة الأوروبية هي علاقة عكسية، يعني مستحيل نتشابه إلا بحالات نادرة. فإذا هم عم بيكون عندهم منخفض جوي، هذا الإشي بيأثر على النظام الجوي عندنا، ممكن يؤدي إلى تأثرنا بكتل أدفى. والعكس صحيح، يعني إذا هم عم بتأثر بمرتفع جوي، إحنا ممكن نتأثر بكتل هوائية أبرد مشكلة مثلاً منخفض جوي. عشان هيك في نهاية هذا الأسبوع هم رح يكونوا عم بتأثروا بالثلوج، أما إحنا رح نكون عم نتأثر بكتلة هوائية دافئة ورح ترتفع درجات الحرارة.